بس اعطونا خبر مخرجنا الله يبارك في عمرك. ايش تقول ابو عبد الله تو انت تقول على طاري الضيعان والضياع بعض الاشياء وخاصه المفتاح. يقول لي عبد الله ولدي الله يوفقنا وياكم ويصلح، يعني قال الكلام هذا قديم يعني. يقول مع زملائي رايحين لحد النقر الطيبه، يقول بعد فتره يقول المفتاح ضاع، المفتاح ضاع. يقول حاولنا، يقول والله من العصر ونا ندور المفتاح، العصر والمغرب والعشاء، يقول نحاول ندور المفتاح. يقول حتى صلينا العصر وعلى تدويرنا لين جت الساعة حول 9:30 أو حولها في الليل بالمكشات بالمكشات. يقول يومنا كله صار بحث عن المفتاح. يقول ذكرت من كلامي وكلام بعض الناس الزملاء وكذا أن الصلاة بإذن الله عز وجل تلقى كل شيء. يقول صلي، قال يلا بصلي ركعتين للزملاء وربعه. يوم صلى ركعتين ويقول ألف يمين والقى شيء منور هذا اللي يكشف، يقول لقيت المفتاح سبحان الله. باذن الله عز وجل الصلاه والدعاء ترى والاطمئنان اهم شيء. ريح بالك تلقى كل حاجات. طيب يا مروق، معنا اتصال من الشاعره اختنا حمده. اهلا وسهلا، حياك الله شاعرتنا الفاضله.